الله يسعد صباحكم كل خير ويا هلا والله وسهلا بالجميع. طبعا السفرية والله ما كانت في الحسبان إلى الوادي بعد اتصال طويلة العمر، أنا ما أقدر نقول لا، لكن أنا والله أعتذر من الناس اللي أنا وعدته أن يجيهم بكرة، خاصة زواج الحبيب علي الدوسري اللي يقول الله يوفقك ويبني بيتك، واعذرني يعني جاتني أوامر ما أقدر أتجاوزها، الظاهر أنها من تحت رأس الحبيب ذاك. الله يسامحك يا أبو سلطان، أنا ما أقدر، أنا ما أسوي شيء إلا مكلمك. إن شاء الله تكون زيارة موفقة وجولة موفقة برعايتك أنت، الله يسلمك. أبشر بسعادتك، وتكون إن شاء الله سواقتك عاقل وما تلخبط. لا لا بإذن الله أمور طيبة بإذن الله. يكون فيها سفرية فيها شاهي وقهوة. أفع عليك الحين. أكيد سفرة ما تزيلنا بالحبيب. كمولي. مرحبا. وين تعال وين رجيب؟ أرحب. تعال وينك؟ موجود هنا. كلام أرحب. أرحب. الله يحييك. الله يبقيك. يلا رجعنا على سوالف اشتري اشياء الحين ما نحتاجها في الخط. وشو هذا اللي معك الحين؟ ها؟ انا متاكد الحين اكثرها ما نستفيد منها. لا ان شاء الله. اركب اركب يلا. الله يسعد مساكم كل خير ويا هلا والله وسهلا بالجميع، وعشان اموركم عساكم بخير طبعا في الوادي وفي المزارع تحديدا. انا المزارع عندي شيء ثاني، يعني إن ما شاء الله اجواءها جدا مميزه وفيها راحه نفسيه، واللي يذكر هالمكان الجمهور القديم لما اول نتجول في هالمكان، وما شاء الله المنظر اللي يفتح النفس كيف ما شاء الله يا اخي، المزارع عشق. عشان كذا تشوفون اذا سافرت القصيم ولا سافرت الاماكن هذه تعيد لي الذكريات، هذه اللي عشنا فيها ايام الطفوله. شوفوا غروب الشمس شلون، ترى في ناس تعشق الغروب.